بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم يا أحلى متابعين وأحلى مشتركين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا خير. يا ريت يا جماعة اللي بيتفرج على قناتي لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد. إن شاء الله النهاردة الفيديو هعمل لكم، بما اننا بقى قاعدين في البيت وكده، وربنا يا رب يعدي الغمه اللي احنا فيها دي كلنا يا رب على خير، اللهم امين. النهارده ان شاء الله هعمل لكم سمك قاروص مقلي. انا غسلته غسله كويسه جدا، وعصرت عليه ليمون وشويه خل. تمام. المهم بعد ما اتغسل وكده، دقيت شويه ثوم اهو، شويه توابل. انا ما بحبش توابل كتير على السمك، يعني يدوبك بس الملح والكمون والشطه. اوكي، اللي عايز بقى يحط كاري يحط، اللي عايز يحط اي حاجه من توابل السمك يحط. والليمون، بص انا عصرت عليه ليمون، بس برضك ايه، هحط ليمون تاني في الدقه بتاعه التوم، وشويه خل. اوكي، وزيت للقليه. اوكي، هنبتدي بقى الخلطه كده مع بعض. الخلطه دي يا جماعه ممكن يعني بتعملي بيها اي تتبيله سمك انت عايزاها، او جمبري او كده. وبرده زي ما قلت لكم، كل واحد على حسب الخلطه اللي بيعملها، يعني في ناس بتحب تحط حاجات كتير قوي على السمك، انا بحب بس الحاجات دي. تمام. والشطه طبعا حسب الرغبه، الشطه حسب الرغبه. هنبتدي بقى نجيب الثوم، معلقه كده، شايفه كده باين في الكاميرا، ممكن كده السمك شويه على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الملح والكمون والشطة حسب الرغبة، والشطة. خلاص هنقلبهم كده مع بعض عشان الخليط كله ايه، يتجانس كده مع بعض. هعصر الليمونة، عشان اجيب بس العصارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون على فكره بيبقى حلو جدا للسمك. بصوا يا جماعه، هحط برضو ايه، معلقه صلصه صغيره، بتدي على فكره نكهه حلوه، وبتدي للتتبيله كمان ايه، لون احمر حلو قوي. حبه صغيرين كده، نقلب. هحط برضو حبه خل صغيرين، حوالي غطا مش كتير يعني، لان انا اساسا ايه، حاطه عليها خل. هقلب كده، هجيب طبق احط فيه الدقيق. بصوا يا جماعه، هركن الدقيق كده شويه، هجيب بس السمك عشان اتبله. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب السمك كده اتبله. بصوا انا عدت عليه كمان نظافة تاني من جوه، وبيت زي القشطة اهو، تبيله كده من هنا برضو. تمام، من فوق ومن تحت كده. يعني فكرة طريقته يعني سهلة، مش واي نوع سمك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. جوه كده جوه
مثلا واحدة استنى. تتبيله وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه التبل اهو انا تبلته تمام، هسيبه بقى في التتبيله دي حوالي نص ساعه عشان يشرب من التتبيله دي كلها كده تمام، وارجع لكم تاني. انا علقت على الطاسه اهي اللي هعمل فيها السمك، هحط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بقى لحد ما يسخن. هبتدي بقى احط السمك، هنفضه من الدقيق كده تاني احطه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يكون السمك الزيت سخن يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. النار تبقى متوسطة على فكرة، ما تبقاش عالية، النار تبقى متوسطة عشان ما يتحرقش مننا. يا ريت طبعا تبقى طاسة كبيرة يبقى أحسن، حجم الطاسة دي كويس أوي، ونوعيتها على فكرة كمان. بقى ياخد وش كده، وبعد كده اقلبه على الناحية التانية. هقلبه بقى على الناحية التانية لحد ما يبقى لونه ذهبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب واحدة واحدة كده. يا جماعة نقلب، منقلبوش كتير يعني، هي بصوا مرتين بس لحد ما يبقى لونه ذهبي كده، وبعد كده نشيله بقى. بصوا يا جماعة نبتدي بقى نشيله. بصوا اللون ده بيبقى حلو قوي لأن يعني الأرز بياخد سوا شوية. نعمل دي برضه على جنبها كده شوية. هتاخد دي لسه شوية برضه. هشيلها كده. خلاص احنا قلينا السمك بتاعنا اهو. تمام. وبكده خلاص احنا خلصنا، قلينا السمك الأرز بتاعنا اهو، المنظر زي ما انتم شايفين. نعصرت عليه شوية ليمون كده، على فكرة طريقته كمان سهلة جدا اهو. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم بقى اذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.